بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، دققوا معي. هذه هي أرضنا، تتألف من 7 طبقات: القشرة الأرضية، ثم الغلاف الصخري، ثم 3 طبقات للوشاح الأعلى والأوسط والأدنى، ثم نواة خارجية ونواة داخلية، المجموع 7. هذا مثبت علميا. وقلب الأرض ملتهب، نواة ملتهبة جدا وضغط هائل. أي مادة تنصهر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا كل ظالم، كل من يعني يأخذ شيئا بغير حق. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين، صلى الله عليه وسلم. حديث مرعب أيها الأحبة، رواه البخاري رحمه الله. من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. تصوروا أن إنسانا يعيش في الطبقة 7 من الأرض وهو مطوق ب7 طبقات ملتهبة، كيف يكون حاله؟ إذن هذا الحديث النبوي يخبرنا عن 7 طبقات للأرض قبل أن يكتشفها العلم 14 قرنا. بالله عليكم، ألا يمثل هذا الحديث معجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟